مشاهدينا متتبعينا سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، أرض المغرب بلد السلم والسلام، ملتقى الحضارات، ما هذا الحوار؟ طبعا أنا جد سعيد أنني نرحب بكم أحبائي الكرام في هذا البرنامج، برنامج دندنة مع عماد، برنامج السلطنة، برنامج الألحان الجميلة والكلمة المعبرة، برنامج المدارس الموسيقية الكلاسيكية سواء كانت مغربية أو عربية. أهلا ومرحبا بكم ومرحبا بكم إن شاء الله. اليوم نتمنى أن ندوزوا وقت ممتع مرح مع فنانين ذوي الخبرة اليوم اللي كنستضفوهم، وغادي أكيد أننا نطلب منهم كذلك يطربونا ويشنفون مسامعنا اليوم بأعذب الأصوات وأجمل الألحان. طبعا في البداية أيها الأحباء كنبغي نحيي أصدقائي الفنانين الموسيقيين على الأورغ الفنان عادل الصويري، تحية خاصة، وكذلك أحيي الفنان رشيد برا بابتسامته الجميلة وبهذاك الخفة الدم دياله وذاك القلب والروح الطيبة دياله، كنبغي نحيي تحية خاصة كذلك. ثم كذلك اليوم يحضر معنا ولأول مرة نرحب به الفنان عازف العود المهدي، تبارك الله عليك المهدي، إن شاء الله كذلك تدوز معنا وقت ممتع. ثم كذلك صديقي ورفيق الدرب ديالنا في دندنة الفنان مراد ضابط الإيقاع وبامتياز، تحية طيبة لكم جميعا. فالأكيد أنكم بغيتوا تعرفوا على شكون حاضر معنا اليوم. طبعا على يميني الفنانة سناء طاهر، أهلا بك سناء. بارك الله فيك، أهلا بكم، بارك الله فيك، الحمد لله. كذلك سناء طاهر من الأصوات الجميلة المغربية، بارك الله فيك ببحتها، بارك الله يبارك فيك. واليوم كذلك غادي نسمعوك في المغربي وفي العربي ضروري، في الشرقية يعني كما تنقولوا احنا، إن شاء الله أكيد. ثم كذلك واحد من الفنانين اللي توا كذلك عنده تجربة كبيرة في الميدان ديال الموسيقى المغربية والميدان الفني، معروف كان يعني كثير توا عنده تجارب، اليوم غندخلوا معاه في بعض التجارب والخصوصيات اللي دوز هو كذلك في هذا الميدان، الفنان حسن ديكوك. أنا بك بو حسن. الله يبارك فيك سي عماد، شكرا على الاستضافة والحضور ديالنا مع الفنانين وفرقة الموسيقية. طبعا وانا الأكيد اليوم غادي نحاول انني نخرج منك هذاك النكتة اللي فيك بداخلك، لان انت معروف عليك واحد رجل نكتة، فيك الضحك، فيك النقايم كما تنقولوا احنا بالعامية بالدرجة ديالنا. المهم نحيدوا الخجل ونحيدوا الحشمة، لان الضحك ضروري في الحياة. اكيد اكيد ضروري في الحياة، وهو اللي كيخلي الواحد انا يتجدد ويتفائل في الحياة، وان شاء الله الامور باش تزيد دائما من الاحسن بهذاك ان شاء الله. ثم كذلك معي صديقي واخي الفنان كذلك ذو تجربة، وكذلك الفنان اللي كان بين خارج المغرب وبين المغرب، هو يعني موجود ومعروف كثير، نادر عيوش. أهلا بك نادر. تبارك عليك باي ماد، شكرا للدعوة الجميلة. مرحبا. كنحيي فرقة موسيقية ونحيي شادة تي في، ويشرفني معك في هذا البرنامج الشيق، برنامج دندنة مع عماد. مرحبا مرحبا وألف مرحبا. فاليوم غادي نحاولوا كما قلنا حديث ومغزال، نهضروا شي شوية، نضحكوا شي شوية، وبيان سور نطربوا المشاهدين لأنه هما اللي كيهمونا أكيد. فالصدف للصدف دونك، أعتقد هذه المرة الثانية تيحضر معايا حسن ديكوك ونادر عيوش في برنامج دندنة، وربما للصدف أنهم تيحضروا جوج، يعني واش هذا كيعني أنتم مصاحبين بزاف ديو دايرين؟ لأن حضرتوا معايا واحد الحلقة كنتوا بجوج. أي كنا بجوج. شكون اللي كان معنا كعنصر ثالث غادي تكونوا عاقلين؟ واحد المغنية، واحد المطربة، ما علينا. نحاول تنظم، أنا غير محو الصدفة وصافي يعني، لأن أنا عندي ارتباط كبير مع نادر أصلا، لأن نادر صديق وأخ وعنده دي كاليتي في الفن، بحكم انكم كتشتغلوا بعض المرات في الحفلات والسهرات الخاصه بجوج. خدمنا انا وياه في البريفي وسنوات طويله مع فنادر. الا سولتك مثلا على حسن ديكوك، شنو تقدر تقول لي واش كيتميز؟ شنو واش شنو البوان فور ديالو، البوان فيب ديالو، نقط الضعف ديالو شنو هي؟ يمكن كيتعصب. انا شخصيا انا شخصيا ملي كنطلق معاه كنسلهم بصح. لا هو كيضحك، واش راه عرفتها سناء؟ اذا فيه الضحك، فيه الضحك. انا كنتلاقاو يوميا انا وياه في الخدمه، ديما كنلقاه كيضحك ويضحك اللي حداه. وعلاش كتبان معقول بزاف في التلفزيون؟ لا غير ربما الناس اللي ماشي قراب ليا، الناس يمكن تنبان لهم ان انا واحد الانسان حشومي، فعلا كنحشم، ولكن النكته خصها تكون اكيد، حيت اصلا لان الجذور من مراكش.
انا يعني الجذور من مراكش ومن مراكش بلاد البهجة معروفه معروفه يعني فهمتي حتى وحتى ربما اللي كيزيد انه يسقل اكثر هذه يعني الموهبه ديال النكته وديال الضحك او ديال النقايم كنقولوا حنايا من غير ان الجذور فالميدان الفني مليء بالطرائف زعما الى عشرتي الفنانين الموسيقيين بزاف يعني ممكن تعلم منهم بزاف يعني بزاف واغلب يعني هذه الذخيره اللي عندي انا ديال النكته وديال خديتها من ملي كنت كنشتغل مع الجوق الوطني ومع الفنانين القدام لان فعلا كانوا طرائف كثيره دازوا بزاف ديال الحوايج اللي وتقالت بزاف ديال الحوايج بحال دابا مثلا احمد البيضاوي واحد الليلة مشى لواحد الريستورون هادي عاودوها ليا أنايا ومشاو معاه واحد الفنان بعض المعازفين وطلبوا لا صالاد نيسواز لا صالاد نيسواز معروفة يكون فيها الطون يكون فيها البيض البيض مسلوق نص بيضة جابوا لهم كلهم لا صالاد فيها البيض إلا البيضاوي ما جابوش ليه البيض قال لهم علاش ما جاش قال عندها سميتك البيضاوي لأن حقيقة أن كما قلت عاشرنا الموسيقيين سيرتو الموسيقيين الفنانين القدام فقدام ماشي قدام يعني كبار في السن أو ولكن عندهم تجربة يعني مثلا نجبدو ونحيي وتحية خاصة لأن الوحيد ربما يضحكني كثير اللي هو الشريف شريف الساكس مولاي أحمد الإدريس مولاي أحمد الإدريسي با احنا الشريف لأن الناس غيعرفوه بالشريف هو مولاي أحمد الإدريسي ف يعني كلمة منه عنده وصدرات منه مثلا شي كلمات فكيخليو بأن ربما الوسط الفني كله تيبقى يعاودهم ويضحك بهم لأن كذلك عنده ديك كيما تنقولوا كي تلقى في الوقيته حتى هو راه خدم صغير مع الفرقه مع الجوق الوطني ومع الجوق الملكي هما كانوا ناس ديال النكته كلهم كان عندهم داكشي عجيب سبحان الله العظيم لان كانوا كيتلاقاو كل نهار في دار التمرين ولسنوات 40 سنه هما كيتلاقاو كل نهار يعني ولا بدا غيكون بيناتهم الضحك كثير غيكونوا دازوا طرائف هذا هو اللي كاين كان انك ما تتفقوا معايا ربما ان شحال هادي غير انا فاش يلا بديت تقريبا عندي واحد 28 عام ولا 25 عام كانوا الفنانين والموسيقيين كيتشوفوا باستمرار تمام. ما كانوش ديكلون بزاف كان مثلا كنشوف كنا كنتلاقاو بزاف في القهوه كنتلاقاو بزاف في بعض المجالس دائما وكان الضحك واخا كيكون شنآن بين هذا وهذا ولكن دغيا كيتجاوز دابا مؤخرا ما بقاش كنلقى بان كاين هذيك اللمه ديال بين الموسيقيين بالنسبه لك سناء دابا ولات المنافسه بزاف وما كاينش ما غاديش نعمم ولكن الاغلبيه كتلقى شي كيحارب شي يعني ماشي واحد مثلا انا فنان غنديها في خدمتي ونديفلوبي راسي ونديها في راسي ولا بغى شي واحد يدير شي حاجه عاوتاني نعاونو ما فيها باس ولكن ما غنعتبروش عدو ديالي واش فهمتي هذا هو اللي كاين دابا يعني اون فوا الاغلبيه ملي كتلقى شي واحد مثلا في الدومين ديالك كيشوفك بحال شي عدو ديالو واش كاين هادشي عندنا دير زعما كاتلات ممكن يمكن نكون كل واحد كاين غير انا كما قلت ما كنعممش ولكن راه الاغلبيه دابا بنادم بلا بلاصه ميدرا القهوه كيمشي في دارو مع الانترنت كدير بحال كتلقى الوقت زعما يعني دغيا مابقاش داك التجمعات اللي كانت دابا ولات كتجمع مع البيسي ديالك ولا مع البورطابل ديالك انا في حق حتى دابا شحال مره كنكون هاز البورطابل كنديرها هكا كنلقى دونك لا هذا الشيء ديال لا تكنولوجي افون كنا كنجلسوا بعدا قلتي كنجلسوا نضحكوا ونجبدوا يعني يمكن اذا باش يمكن ربما انا ما عرفتش نفسر اكثر ربما ماشي غير فقط الفنانه هو هذا الشيء عام ظاهره عامه جميع الميادين وجميع الخدامي وجميع يعني في الشركات يعني ماشي نقولوش حنا غير الفنانه لان كما قلنا بان ربما لا تكنولوجي وهاد المواقع ديال التواصل فهي كتاخذ فعوض ما تمشي تجمع مع هاد الاصدقاء اولا لي كوليك ديالك في القهوه كما كان شحال هادي دابا الواحد يعني ولا كل واحد مصاحب مع تليفونه هذا سبب من الاسباب ولكن حتى الهضره اللي قلت حتى هي كاينه غير هي كاينه يعني النتيجه اللي وصلنا ليها دابا السبب ديالها كاين كيف ما قال الاخ نادر كاين ولا بنادم ولا مصاحب مع تليفونه ولكن شكون اللي ولا شجعو انه ولا مصاحب غير مع تليفونه تيقول كان اللهم تليفوني البشر ما لقيت فيه خير نعم كاين حتى مشاغل هذا هو اللي كاين حتى مشاغل الحياه كاين حتى مشاغل الحياه كثروا دابا بحال كتقول كثروا علينا البلانات بزاف واخا غادي نوقفوا في هذه النقطه ديال كثروا علينا البلانات والمشاغل
وهذه الكلمه اللي قلتي يعني بحال ما بقاش معاه من خلى حسن فد قرف شي شي سكتش وغادي نرجعوا نكملوا هذا الحديث لان كنبغيو حنا كنهضروا كاننا جالسين مع الاخوان ديالنا واصدقائنا ومشاهدينا حنا في جلسه الصالون. الله يحفظك. نبداو معك حسن ديكوك. مرحبا. تفضل العود دائما يرافقك. مرحبا. ونسمعوا شنو غادي تقدر تسمعنا في الاول؟ نديروا شي نغني واحد الاغنيه عزيزه عليا عزيزه على قلبي. نعم. حلوين من يمنا والله. الله يا سلام. كويسه. ربما راه قليل تغنت هنا في البرنامج. راه قليل ما تغنت في البرنامج. يمكن ما تغنتش هنايا بزاف. نعم يلا تفضل. والله لبنى كويسة.
ايام الصبا دل اني نبعد سلامي للناس الطيبة فكرهم بالمحبة وبأيام الصبا والضر أفراحي غل ويجعل أيامنا حلوة والضر أفراحي غل ويجعل أيامنا حلوة والضر أفراحي غل ويجعل أيامنا السلام عليك. يحفظك الله. جميل جدا. شكرا. هذا الاختيار كان جميل وأغنية حقيقة شحال ديما سمعناها. مع شكون اللي كان كيغنيها بزاف؟ من الروائع ديال السيد مكاوي. أكيد أكيد. لحن السيد مكاوي. نعم. كان واحد الوقيته كان تغنوا بها مطربين كثير. مطربين كثير. كان مثلا ديانا فؤاد الزبادي كان كيغنيها كثير فؤاد. غناوها حتى المشاعر غنا جورج وصوف. أكيد. غناوها بزاف. طيب حنا كما قلنا كنا كنتكلموا في هذاك الموضوع اللي هو موضوع ديال الوقت، موضوع ديال اي واحد كيتكلم فيه اللي ما بقاش ديك التجمعات كثيره، ما بقاتش ديك يعني قلبي على قلبك، يعني هذا الشيء نقرض نقص، ماشي كاع ما نقولوش نقرض ولكن نقص. طبعا كاين عوامل هي منها التكنولوجيا، منها المشاغل قلتي. راه شنو علاش شنو المشاغل تزاد على الناس شحال هذه ما كانش عندهم مشاغل بكري بكري؟ ما كانش هاد الشيء. شحال من حاجه تخلقات غير مؤخرا. شنو كان بكري؟ كان القهوه، الحمام، ياك الحمام البلدي صافي، والمارشي واقيلا مارشي اصدقاء والتليفون. ودابا التليفون البورتابل خلق لك بزاف ديال الحوايج. كتكون غادي عند شي واحد كتجيك شي مكالمه، مشيتي لجهه اخرى، يعني النهار كيعمر بزاف ولا كيعمر بزاف. عاد قوه المشتريات هادشي اللي كيتباع كثير. نعم كثير. راه شحال هادي واخا يكون عندك فلوس ما عندك ما تشري بهم، تشري داكشي معدود. نعم. لا دابا ربما في نفس السياق مثلا سناء الى سولتك بحال دابا شحال هادي دابا بدات بزاف ملهيين مع وليداتو، الناس كلهم ملهيين مع الاولاد. بوكو دونغاجمون. يعني المدرسه كيبقى الوقت باش يشوف الاصدقاء ديالو. يعني شحال هادي حنا واخا هكاك شويه حنا كنا طالعين ساهلين في القرايه. كتخرج الصباح كتمشي للمدرسه كتجي، يعني الاباء ما تيهتموش كثير الا بالنقاط وبالقرايه كيتبعك شنو درتي الى غير ذلك. اما كاين دي تروك يعني دابا لا الدري خصو يمشي لهنا خصو هذه. دابا ولاو كي بحال دابا حاليا كاينين بعض ماشي الاغلبيه ديال الاباء ولاو يعني ولا الاهتمام كثر من شحال هذه. بحال دابا حنا مثلا شحال هذيك كنا كنمشيو مدرسه كتنوض مع 8 كتوجد راسك انت كنفيق الراس. المهم حنا بعدا كنفيقوا راسنا كتنوض كتهز كارتك محفظتك كتسير المدرسه. كيف باش خسرت تبارك الله ما كاينش ما كاين حتى مشكل ديال ولا كيجري عليك. ولكن دابا لا اكثر من الاول. دابا لا دابا الام والاب الام ولات كتنوض وكتوجد ولات عاوتاني دابا الخوصاصه. حتى الخوصاصه عاوتاني تبدلات المدرسه مثلا الاغلبيه يعني المدارس الخاصه مثلا ولات المدارس الخاصه مثلا خاص الولد خاصك تنوض مع 6 الصباح وتوجد ليه الغداء ديالو باش وتسديه
وإلا إلا كان ترانسبور راه كيجي ترانسبور يديه خصك توجد ليه الغداء ديالو مسائل ديالو ويجيبو ترانسبور إلا ما كانش غتديه بيدك وغتجيبو واخا هادشي ماشي متاح لجميع العائلات هادشي طبعا كاينين ناس كثار واحد طبقة كبيرة اللي طبعا في المدارس الحكومية واللي كنحريوهم طبعا كيخرجوا راه الأدمغة كتخرج من أغلبية من المدارس الحكومية ماشي فقط المدارس الخاصة في المدارس الحكومية وكاين ناس دابا ولات كتخاف على ولادها في المدارس الحكومية كتدي ولادها وكتجيبهم مابقاوش كيخليو الدراري يمشيو هادشي اللي وليت كنشوف قلت يا نادير الوقت دابا كيجري كثر علاش تبدلات شي حاجه في الناس بزاف انا مسؤول زعما الناس بغيت نعرف لان وليت كنشوف الوقت كيجري بزاف ما بقاش بحال في الاول وزعما انا شوي ماتينا انا كنفكر ماشي زعما كنفيق واخا كنخدم يعني مع ان زعما النهار كما تخلق خلق الله سبحانه وتعالى النهار الاول وعرفوا العلماء النهار فيه 24 ساعه وكل ساعه فيها 60 دقيقه علاش تبدلات القضيه وفيه انا سولت الناس اللي هما كبر مني شويه اللي هما عاشوا ديك الطفوله ديالي انا قال لهم الوقت ما كانش بحال هكا يمكن انا كنقول انا كنظن الانترنت هو اللي دار هذه المشكله هذه كاين واحد الدراسه كتقول كذلك انا قريتها ربما ولكن احنا الله اعلم احنا دابا كندردشوا بعضياتنا كاين دراسه كتقول لك حقيقه في هذا السياق ديال الوقت ولا كيزرب مثلا الانسان ذو 50 سنه ديال شحال هادي كان كيبان لك نيت راجل كبير صح واحد ديال 50 عام دابا باقي دري باقي باقي شنو اللي كاين عندك تقول لاش ديالك حسن عندك لا نقولوا بالعكس والله حسن روح رياضي حسن ديكو كان ديك الساعات انا صغير كنتفرج فيه في الشيطان شوف انا عندنا في بالنا بانك انت قديم انا قديم انا نقول لك حيت انا بديت هو بديت انا صغير وبدا معنا جات عتاب وعاوتاني الفنانه النجيره ديالنا طبعا 95 يعني 95 راه كوميم راه انا في 95 بنت في التلفزيون المغربي كفنان يعني مشهور 95 و 95 لهنا تيسحب لي كاين اللي تيسحب له انا راه شي 45 عام هادي باش تنغنى عاودني ديك شنو قال لنا قبيله باش كنا في دابا واحد خينا كتب لي واحد الكومونتير قال لي انت راه عزيز عليا وانا راه خويا راه شي 40 عام هادي وانا تنصنط لك ولا شاف عمرك قلت له زيد قال لي 40 عام هادي وانا تنصنط لك وانا دابا راه قال لي انا دابا الحمد لله راه حنا دابا عندي دابا شي 62 والله سيدي العزيز عندنا وكذا وليت تنقول مع راسي واش انا عندي 50 عام وهذا تيقول لي 40 عام و تيتسنط ليا المهم بحكم لا حتى لان انت بداياتك كانت بدايه قويه خصوصا مع بيان سور مع واحده من النجوم انا ذاك وبديت الحين الفنانه نجاة عتاب وديك الشيء باش كانوا ربما حتى غير ما كبيراش بزاف غير دابا لان بدات صغيره تاهي بدات صغيره بزاف هي بدات في 84 جونيما 84 يعني الاوج ديال العطاء الفني في المغرب ديك الساعه يعني 84 راه القطاع الكبار نشوف هذاك الوقت لا على مستوى الشعبي ولا على مستوى الاغنيه العصريه ولا حتى على مستوى الشرق اكيد جيتو غير هذه القضيه ديال واش نيت واش غير انا اللي هي اللحظه مثلا كما قلنا واحد ربما ديال 30 او 40 سنه 40 عام هذه واحد مثلا نقولوا احنا عنده 40 عام ماشي هو واحد دابا عنده 40 عام في الوجه وفي الشكل وفي الرزانة شوف كل واحد والهرمونات ديالو شوف الكويريه ديال شحال هذه لا صفر لا صفر واش المستاش كان هو اللي كيكبر بنادم ولا الجينيراسيون ديال شحال هذه ماشي ديال دابا 40 عام شحال هذه ماشي هو ولد 40 عام دابا ياك كبير انا في 40 ناس كيجينا راسي مقصر التلوسيون جينيراسيون كانت عندهم واحد المسؤوليه كبيره اكبر من المسؤوليه اللي عندنا حنا اللي دابا حنا كنجريوها دابا انا هادشي كنظن على اي هذا المهم النقاش زوين نخمو مزيان انا كنشرك حتى مشاهدينا فواش غير حنا اللي كنشوفوها ولا انتم ربما غادي تخيل غير في ميدان ديال الكره الكويري ديال شحال هذه كيكون 30 عام تيبان لك قرب سنه بصح الشعر كثير وموستاش والجريه حتى ثقيله فهمتيني دابا واحد 30 يقدر يجري معك 100 متر بصح ما هو معلم طيب نكملوا نسمعوا عاوتاني شويه ديال الطرب ونرجعوا نضحكوا شي شويه حنايا اليوم حنا مع هذا الصيف وهاد الاجواء الصيفيه والحراره بغيت الحال حنا كنقولوا هذه الحراره كذلك حتى ديال البلاطو للمشاهدين سناء نسمعوا شي حاجه ديال المغربي ونرجعوا للزمن الجميل ان شاء الله
طبيعة الحال ما يمكنش نفوتوا وما تكوني معنا وما نسمعوش لالا نعيمة سميح. ضروري. شنو تسمعين؟ غنغني واحد القطعة من أحب القطع القلبي يعني عزيزة عليا بزاف غاب عليا الهلال الفنانة الكبيرة ديالنا اللي أنا يعني مدرسة من المدارس اللي أنا تعلمت منهم هي الفنانة نعيمة سميح غاب عليا الهلال. يلا تفضل. Thank you.
وكيف نعمل عام عندي صبري وكيف نعمل نعطيها الراحة أهل الهوى لله رشدوني حر الشوق فناي وأنا عاد بديت ما لقيت هوى لله رشدوني ريح الهجر الداي وعلى شوق مشيت أهل الهوى لله رشدوني حر الشوق فناي وانا عاد بديت وعلى الشوك مشيت غاب علي لله طال صبري والنومي شافي غاب علي لله طال صبري والنومي شافي بارك الله عليك سناء طاهر حقيقه ابدعتي شكرا يا اغنيه هذه كون كنا مثلا هذه خصها تدرس الاغنيه بعد غاب عليا الهلال لمبدعها عبد القادر الرشدي طبعا في ناحيه الايقاعات والارتاب والمقامات مثلا يعني شارك الطيحي في الاول ياك طيحي ثم شوف ها هو المقسوم ها الاقلال ها السي سويت دونك يعني ايقاعات كثيره خصها تدرس كما كنقولوا في مجال الاغنيه ولكن هذاك زمان وهذا زمان ولكن بدعتي فيها تبارك الله عليك بارك الله فيك شكرا يعني كما تنقولوا للسنين تعطي كيخطر الانسان شويه دابا انت هذه المره الرابعه اللي كندوز كتشوفني كل مره كل جوستو دابا لان من البدايه ديال احنا راه في الموسم السادس ديال دندنه تبارك الله دونك تقريبا حضرت معايا في بزاف المواسم سناء ولكن كيبان لي انا جالس في هذا الكرسي وكنشوف كتشوف كل الفرق ديال ذاك العام السنين وانا جالس في هذا الكرسي هذا فهمتي ما كان كبرش واقيلا بزاف وحيت هاد النوع ديال الأغاني السيمات هاد النوع ديال هاد الأغاني الرفيعة المستوى ما كتمنش من بحال دابا مثلا غاب عليا الهلال كاين عدة قطاع مغربية راه مايمكنش تكون مطرب إلا ما كنتيش بعدا هاد الشيء بعدا كتعرفو أكيد مايمكنش مطرب متمكن تكون غنيتي هاد الشيء في صغرك وكبرتي فيه وشربتي ويعني وسكنك وحبيتي جوستو من سكنك ملي كتشي ملي كيسكنك مزيان وكتشبع الروح ديالك به كتولي تغني مزيان كتولي تغني مزيان نعم طيب غير باش جاتني واحد بغيت نسول سناء لان واحد الاغنيه بغيت نبرى منك طبعا بغيت نبرى منك هذا شعر محمد الباتولي اللي كنحيو ولحن ديال سي محمد الزيات أيه. خرجت ولا ما خرجتش مازال ما خرجتش وليني كملات يعني زوين هذا العنوان بغيت نبرى منك كملات صافي ملحنا واجد لا ملحنا تسجلات خاص غير المهم غير انا لقيتها فاش دخلت صوتي كنت دابا جاني بغيت نعاود ندخل الصوت براحة يعني ما تخلعتيش زيد فيها حيت ديك الساعه كانت باقا ما بداتش الخدمه كنت واحد لقيتها فاش سجلت
ندخل الصوت كان مورال طايح. انا ما خداماش يعني ما كنت كنت واحد المده ما غنيتش وكنت صوتي كان شويه دابا جاني الى عاودتها ما يحسيت براسي مازال غنزيد فيها شي حاجه صافي يعني يعني عندي فيها واحد جوج سوايع ولا هذا المهم واجده هي المهم المهم واعدين بان غادي تخرج خير. اه لا غتخرج بغيت نبرا منك دابا الى الى توجهتي بهذه الكلمه ديال شي حد لما توجهها دابا تقول شي واحد بغيت نبرا منك كاين شي حد معين في العائله في صحاب اصدقاء كاينه الوالده مسكينه الله يرحمها طيب نادير نضحكوا شي شويه بغيت نبرا منك زوينه هذه الكلمه هذه كثرتيري واش واش هي دابا انا ما عرفتش الكلام ديالها ما قريتش يعني ما شفتوش واش بغيت نبرا منك زعما ما بقيتش بغيت نشوفك ولا تيلمون كنبغيك ما بقيتش قد على هذا بغيت نبرا منك وندير حد لهذا العدد ما حلتيني عييت منك عييت بغيت نبرا منك وندير حد لهذا العدد اه هي هذه عييت منك ونساني كنت كنحبك دونك إذن تيرمون يعني متعلق هذا الإنسان أو هذا الإنسان بغى يبرى من هذاك مسكين الله والله يكون في شي واحد اللي شي واحد اللي ما كيقول لي سي محمد الباتولي كيقول لي حسيدي تخيلي أنك شي واحد محلك كيقول لي أنا الشيطان والله هذا طيب أكيد باش تعطي فيها إحساس كثر ان شاء الله المهم نبغيو نسمعوها ان شاء الله في الموسم المقبل حنا راه تقريبا اخر الموسم هذا ولكن مازال عندنا حلقات كما وعدت الجمهور ان شاء الله الموسم المقبل غادي يكونوا تغييرات على مستوى الديكور على مستوى المحتوى المضمون ديال دندنه وان شاء الله تعاودوا تكونوا معنا في حله كذلك على سواء با حسان سواء بنادير كونوا معنا ان شاء الله طيب نادير انا ما بغيتش نبرم منك بغيت نسمعك ما نسمعوك يا نادير نادير نبداو نسمعو شنو تسمعنا في أول اختيار اليوم صبر شغالة وبغيت نعيا منك عشان كاين غير شغل نيجاتيف اليوم صبرت قادة بغيت لا الأغنية كتعجبني ماشي وصافي صبرت قادة ماشي الكلمات اللي كتعجبني اللحن ديالها نعم اللحن ديالها كيعجبني وكاين شي بعض الكلمات اللي هما زوينة زوينة نسمعوها نسمعوها منك يا نادير تفضل صبرت قدا ما صبر عندك نصحوني بغيت نشوفو دابا بغيت نشوفو دابا توحشو بزاف عيوني اليوم صبرت قدا صبرت قدا ما صبر عندك تنصحوني بغيت نشوفو دابا بغيت نشوفو دابا توحشو بزاف عيوني من الغيرة يا المجرب نار الغيرة والحيرة تعدت حدود الغيرة الغيرة يا المجرب نار والحيرة تعدت حدود الحيرة أنا 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 خلاص شو غلبني أنا 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 لعبت بالقلب
مواجه الكبيرة لعبت بالقلب مواجه الكبيرة كبيرة لعبت بالقلب مواجه الكبيرة حبيتك حب ما يتوصف بكلام ما يتوصف بكلام ما يتوصف بكلام كلام حب أطول من عمري وأطول من اللي فات أنا حبيتك حب ما يتوصف بكلام ما يتوصف بكلام ما يتوصف بكلام بكلام حب أطول من عمري وأطول من اللي فات أنا حبيتك حب ما يتوصف بكلام ما يتوصف بكلام ما يتوصف بكلام بكلام حب أطول من عمري وأطول من اللي فات ليام بلا بيك ليام بلا بيك ما هيش أيام ما هيش أيام الأحلام بلا بيك الأحلام بلا بيك ما هيش أحلام ما هيش أحلام اللي ساعة في غيابك أطول من عام شوف عيوني صغرانة حلفة مدنة حلفة مدنة ما صبر عندك نصحوني بغيت نشوفو دابا بغيت نشوفو دابا علاش علاش ستيتيني وندوق لا ولا هذاك عشتي معاه بزاف شفتو هو ولكن تبارك الله عليك تنسى كذلك كتختار عام على عام تبارك الله عليك يعني في الغناء وفي في الاحساس في الاداء نادر وهذا هو الجميل نادر راه كيمتاز بواحد القضيه عنده في التركيبه الفنيه اللي خلاته انا يعني بصفتي انا دابا نتكلم ما نتكلمش انا كمطرب ولا نتكلم كموسيقي نعم نادر كيمتاز بواحد المساوية عنده واحد المساوية في صوته يعني بالنسبة لي نوت مثلا غادي مثلا غيدير مثلا بياتي مثلا على الصول يدير كبياتي على الصول وخا تعبروا باي آلة تلقانا ماشي الموت مساوي عند لا عنده داك الشيء مساوي بزاف بزاف شكرا مساوي من المطربين اللي وهذه اللي نفعته 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 كثير نادر لان هو كيغني بواحد الطريقه ديالو هو حب الفن من النهار الاول نادر تعرفت عليه سنوات يعني في البدايه كذلك حتى الاصوات حسن تبارك الله تبارك الله ان شاء الله ولكن كان يحب حتى ان واحد الوقيته فتره من الفترات في واحد الوقت نادر عيوش ولا بالفعل
ولا منفعل ما كانش كيبغي كاع يحضر البرامج، كان مقلق على الميدان الفني لان تيلمو بغى الميدان. دابا ما بقيتش نضرب دابا نضرب فيتي دابا انا كل ما هي الحسن يكون صافي انا كل ما هي تسكين والله. لا بغيتي الميدان وكتبغي هاد هاد الهوايه وهاد الحرفه ان صح التعبير، حنا حيت فيها هوايه وفيها حرفه دونك الغناء والطرب، ولكن واحد وقيته ما لقيتيش اللي بغيتي يعني بحال ما كانش عندك لو روتوف. فهنا كان شويه كان نادر كان تعصب، كان شويه مسكي يقول لي انا مابقيتش غنغني كاع واحد الوقت كنت كندوي ديك رجعوا لي دابا ديال 15 عام واحد وقيته، ولكن الحمد لله انت يعني بقيتي وعندك اسم دابا والحمد لله. وما ننساوش انا الغناء عندي دابا هوايه اكثر يعني ما نشوفش ما نشوفو باقي شادو هوايه هوايه هو اللي مخلي زعما كنغني باحساس وكنغني ب يعني واخدو ديرو دو كوتي انا ما نكذبش عليك الغناء اكيد يعني الواحد ما يقدرش يعول عليه 100% لا لا يعول عليه بالنسبه اللي يعول عليه بطبيعه الحال بطبيعه الحال لان زعما بزاف ناس سمحني نقطعك انا كنكمل لكم انا الفكره باش زعما بزاف ديال الميدان يعني الناس كتخدم كتدخل كما تنقولوا هذاك حاجه كتدخل واحد البركه كيبغي ولكن ديما الناس عايشين من ماشي كتدخلوا واحد البركه الناس كتلي انا كنهضر اللي كيخدم في البريفي اللي كيخدم كل ليله انا كنتذكر على الناس اللي كتخدم كل ليله اللي كيخدم كل ليله راه بخير راه يلقان صافي بيان ولكن علاش اغلبيه تيكون واخا كان بيان سافي وعندهم مدخول ديما مقلق شي شويه طموح باغي باغي يوصل باغي ينتج ليه باغي ينتج ليه الاغاني باغي يدوز قنوات فضائيه على برا باغي يتشهر باغي يخدم في مهرجانات في الخارج بزاف ديال الاحلام كتكون عند الفنان ماشي غير صافي طموحات كاين دابا اللي من الفن يقدر يربح شحال ما ربح ولكن مازال باغي يوصل لواحد الحاجه ماشي اكيد وهذا هو الفنان لان ما معتبرش بان غير الماديات صافي الا كندخل واحد مصيريف راه صافي سي بون عنده طموح باغي كما قلتي جبتيها شوف الصميم باغي دوز فضائيات عربيه باغي كذلك تكون معروف عربيا وهذا ماشي فقط غير في المغرب ويحقق الانسان وان شاء الله شوف مازال الانسان كي هذا الشيء دابا الانسان يعني الا بغى خيعي مثلا انه هو يوصل لهذا الشيء يوصل لهذا الشيء دابا ولات مساله ماديه خاصك فلوس الا بغيتي توصل خصك تعطي باش لا خصك تانفيستي اكثر على راسك دابا حنا غير مثلا شي سهره دزنا فيها اولا شي سهره هكا حيه ولا شي انيفيرسير ولا شي مارياج انا كنغنيو زعما وكنسالي وكيجيو عندنا الناس نتوما فين كاينين حنا كاينين نتوما فين ما كاينينش موجودين كنغنيو القنوات العموميه المغربيه كدير الدور ديالها لا ولكن باقي كيقتصروا غير على واحد نوع نخبه من الفنانين كاين واحد المجموعه هي اللي انا دائما كنت كنقولها من بكري كنقول والله القنوات ديالنا الاعلاميه ديال المغاربه حنا نهضروا غير على البلاد ديالنا خاص يكون العدل يكون اتوخذوا غول ماشي واحد كيدوز 16 مرة في العام واحد كيدوز لا مرة في 16 كاينين واحد خمسة ولا ستة خمسة ولا ستة كيدوروا خاص يكون العام كامل ما عندنا واحد مجموعة الفنانين العام كامل هما اللي كيدوروا هما اللي كاينين هما اللي كاينين بلا في البرامج كاملين انا غير كل مرة كيتناوبوا كل مرة يعني كاين واحد مجموعة هما اللي كتشوفوا بلاتي اختي سناء دابا عندنا واحد ماشي في العام كامل في هاد السنين كاملة هاد السنين كاملة عندنا واحد مجموعة الفنانين مزيان عندهم بطاقة الفنان اللي كاينة هي مزيان الوسائل الإعلام مقتنعة بهم التلفازات مقتنعتوا بهذا الكم من الفنانين وكل دوزهم حسب النوبة بالنوبة اتوخذوا غول ماشي كل الناس امبليكي الحمد لله لمن كنت انا تما ديك الوقيته كنت كنشتغل في بعض في قناه يعني الحمد لله كنا كنفاتح على الجميع يعني كتحاول تقلب باش يكون يبدا باش يكون بحال بحال هذه دابا ملي كنت في مصر انت عارف ملي كنت مشيت لمصر ومشيت باش نخدم في بلايص هكا باش يشوفوني الناس يعرفوني وكانوا ضروري واحد البطاقه تكون معتمد الاذاعه والتلفزيون مشيت درتها وكان حلمي بكر وكان عمر الشريعي الله يرحمه وكانوا الناس هما غير هما وغنيت مغربي غنيت مرسول الحب وصافي وعطوني ديك نجحت عطوني ديك البطاقه باش نمشي نخدم ونبان ومشي دزت قنوات ودزت هادي يعني ضروري ديك البطاقه وتكون انت كتغني يكون عندك واحد شويه ديال الصوت تكون كتغني مزيان باش لا ودابا هما كاين الفرق لان عاوتاني ما نقارنوش
دول اخرى كاين ربما قنوات اكثر. حنا عندنا واخا هكا عندنا وكاين الكونكورونس اكثر. كاين الكونكورونس اكثر ولا لا؟ انا ولا كيبان لي دابا تبارك الله في المغرب لا ما نقدرش نهضر على كل شيء. فنانين كثار دابا نهضر على مصر. مصر كاين لي كونكورون وكاين بزاف مهنيك وواحد واخد سميتو الحظ ديالو وكل واحد. طيب سنواصل. نسولك واحد السؤال انا استعيمان دابا كنسولك عليا جاوبني يعني لا قدرت تجاوبني. يعني انا ما نكذبش عليك انا يعني تنبقى نسولو مع راسي علاش دابا الاغاني اللي كيصدروا دابا عبر الانترنت ولا دغيا تيقدام؟ علاش ماشي دغيا كيقدام واش دغيا كيتنساو؟ لا دغيا تيقدام وتتولي قديمه صافي دو مود. يعني شهرين صافي اغنيه قديمه هذيك اغنيه قديمه حقاش دارت دغيا هي تتقدم صيبات دغيا صيبات دغيا. شوف بحال الفاست فود اما احسن شنو هو اللي صحي؟ شنو هو اللي صحي؟ واش واحد طاجين طيب على الفاخر بون اكزومبل ولا واحد وجبه سريعه عامره بالفريت وبلي صوص؟ لا كتاكل مزيان كتخرج كتندم علاش كليتي وكتنسى كتندم سي كوم سا. ولكن راه كتجيك الشهوه بعد مرات كيحطوا لك طاجين ولا يحطوا لك شي تريد نعم سيدي هو هذاك. ولكن انت تمشي تاخذ واحد تاكوس غريب ولكن كتاكل ولكن ما كتندم عليه اولا ما كي غريب. اغنيه كتخرج 15 يوم صافي تنساها الجمهور صافي مشات. لكن بزاف هذا الشيء يعني تنبقى نقول مع راسي بزاف خاص على الاقل يعني يتشبعوا به الناس. كاين اللي ما وكاين اللي كيسمع اغنيه ما عرفش فهم ولا اش كيقول ما عرف عجباتو غير سميتو صافي نساها سيمانه نساها. شوف كاين شوف هاد العوامل وكاين عوامل كثيره كثيره صعيب. انا الا مشيت تجاوبتك صراحه غادي نقلق بزاف الناس وما ماشي انا وانا ماشي في واحد المكان اللي باش غندى نفتي دابا. ولكن هي عوامل كثيره منها الثقافه منها العلم منها القرايه ما بقاتش كما كانت فهمتيني زيدوا زيدوا الابداع الى غير ذلك. طيب يلا نواصل نرجعوا معك اللي تعبني اللي تعبنا سنين بها تعبنا ياك اياه يلا يلا يا حسن يلا تفضل. رحت بلاش
فيهمش حنين شفتوا ازاي في قلوب خاينين شفتوا ازاي ما فيهمش حنين ولا لا صوت طبع حبيبي ولا لا صوت طبع حبيبي شفتوا ازاي في قلوب خاينين شفتوا ازاي ما فيهمش حنين شفتوا ازاي في قلوب خاينين شفتوا ازاي ما فيهمش حنين ولا الاسود طبع حبيبي ولا الاسود طبع حبيبي مانجو من حرتك لهفت قلبي بطلهم بس قلوب تانيين حتى ازاي اللي بحبه ضيع قلبي ضيع عقلي رحت بلاش ضيع قلبي رحت سعد مساكم يا حبايب قلبينا سعد مساكم يا حبايب قلبينا سعد مساكم يا حبايب قلبينا لك حي الزمان اللي جمعنا ولمنا حي الزمان اللي جمعنا لمنا وحي
صبروا وعلي وعسك بالدمع لا تتكبروا لا تتكبروا قدام يلي بحب بغى رشوا الطريق ولا تخلوا تيابها يتغبروا اشتاني تتعب وروحكم بكرة تقابلوا اللي تحبوا واللي صنكم ويريحكم سيبكم بلا من قول اتقار سيبوا الكلمة ما تتعبواش ياللي تعبنا سنين بهواك من نفسه ما يعرف ناش ما هو من حرتي لهفة قلبي بظلم بس قلوب تانيين حتى السيح استغصر غضب مستغصر ما بيقول ناش اللي بحبه ضيع قلبي ضيع عقلي رحتي بلاش حتى السيح سلام عليك. أكيد أن أغنية جميلة ولكن للمتمكن متمكن يعني الانتقالات والضروري مشيتي للميجانة ولكن الرجوع جميل جدا فكيف كتبان الإنسان كيبان حريفي زعما ما كاينش لي الفنانة المتمكن يعني علماتك الوقت كثير كيف تكلمنا قبيله لا بدا خصك تكون متلمد على العمالقه والفطاحله والمطربين الكبار اللي دازوا احنا دابا كان انا 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 وديعي في التوجه الفني ديالي كاين اللي عبد الوهابي مع عبد الوهاب وانا معاهم حتى هذوك ولكن الاقرب المدرسه ليك هي طبعا مدرسه وديع الصافي اكيد وديع الصافي وفيها فيروز وفيها وديع وفيها ولكن كله كيبقى طرب كبير مشارق تبارك الله نعم الله يرحمهم اكيد تبارك الله عليكم فتقريبا حنا جينا للفقره الاخيره ديال الحلقه اليوم عجبتوني يعني كما كنقولوا المورال طالع مزيان ودائما الحمد لله تكون المورال ولكن اليوم ربما كاين واحد ابداع انا قلتها في الاول قلت راه غادي نسلطنوا قلت حتى الخطاب ديالي مع مشاهدينا فاكيد غنقول لكم الطاقه الايجابيه وهذه السلطنه احنا مثلا نجلسوا هنا فماشي مسرح هذا ماشي الانسان غادي يغني يعني كما كنقولوا كاري لا هذه جلسة صالون ندندين مسلطين مع بعضياتنا وتنقلوا لكم هذه الأجواء هذه فتبارك الله عليكم جميعا مازال بغينا نسمعكم نسمعوا كذلك سناء ولو صوبتي شويه باح بين عليا شويه صوتي مزيان لا مزيان ما عرفتش ضربنا البرد شويه مع لاكليم موقع لا مزيان طيب اما انا كنت نغني انا اليوم انا تسنطنت كنعرفك كتغني مزيان عندك كلاب تبارك الله سناء طاهر يا سناء كاين شي سهرات كاين شي حفلات كاين شي امسيات ولا غير العمل دابا حنا دابا مقبلين على فصل الصيف يعني حنا في فصل صيفي ديجا ولكن الفصل ديال المهرجانات هو تقريبا بين شهر 7 وشهر 8 جوية ايوت بان شي حاجه ولا باقي ما باين والو سؤال لكم جميعا انا بصراحه باقي ما بان لي حتى حاجه سيريوزمون يعني انا وليت كنقول واقيلا ما بقيتش كنعرف نغني
ولا يمكن ماشي بريزونطابل ولا ما يمكنش راه امبوسيبل هذه دابا مده يعني لا هي اصلا يحاول المهرجان ما كاينش باقي اللي كنشوف هو غير شي حفلات خاصه او اعراس نخدموا في الحفلات الخاصه الاعراس والخدمه ديالنا ماشي كثيره سي حسن ماشي كثيره ماشي كثيره لا حتى المهرجانات اللي في السيبال ديجا باقي هذا هو اللي كاين يعني الخدمه ديالنا العاديه الحفلات حفله الحفلات ديالنا صافي اما بالنسبه للمهرجانات ماشي حاجه لا دونك حتى الان تنظن باقي ما كاينش حتى دوك لي كرون ماري المهرجانات الكبار مازال نشوفوا هذه الايام هذه ونفتحوا كذلك على المدارس الطربيه بيان سور غادي الناس كيبغيو اكثر اغنيه الشعبيه الراي هادشي في الفيستيفال بغينا ولا كرهنا الجمهور اللي تيكون تيبغي اكثر الشعبيه الراي او الاغنيه شويه هذه الجديده هادشي اللي معروفين دابا حاليا ولكن نعاود نديرو واحد الباب كاين حتى الطرابي راه فيه الرواج فيه النشاط راه ماشي غير الشعبي اللي فيه راه حتى الطرب فيه النشاط هما الناس اذواق كل واحد شنو كيعجبو ماشي كلشي كيعجبو الشعبي وماشي كلشي ما كيعجبوش الشعبي وماشي كلشي كيعجبو الراي يعني كاين اللي تيبغي الطرب كاين اللي كل واحد شنو احسن حاجه كاين في هذا المغرب ولكن خاص انتقاء اسمح لي اخويا نادر انتقاء ديال الفنانين اللي غادي يشتغلوا خص يكون كل واحد كيدير لون كل واحد يدير واحد اللون ماشي نجيبو سته ديال عباد الله ديال الفنانين كلهم تيغنوا الشعبي خايل لا مزيان الشعبي غزال لا كيديروا كلهم بحال الشعبي مزيان كيفاش الشعبي كيغني الشعبي واحد كيغني الشرقي واحد كيغني الشرقي واحد كيغني المغربي مزيان هذاك اللي كان كيغني الشرقي شحال هادي وحتى هو كيغني الشعبي ما كيبقاش يغني لان تيقول لك يشوف الجمهور كيتفاعل اكثر دابا الانسان تيبغي هذيك الرواج اكثر مع الجمهور فكل شيء تيمشي للعبد الشعبي الا انا والله ما كنغني الشعبي كيعجبني ولكن ما كنغني الشعبي نقدرش نقرا شي حاجه ما كنغنيش طيب شنو اكثر الوان قريبه لك نادر انا سمعناك في البدايات كنت كتغني اغاني الفنان محمد عبده من بعد اغاني فنان عبيدي عبيدي وقلت ودي عبد الوهابي حتى ما يمشيش للفهم محمد عبدو عبيدي محمد عبدو من بعد سمعناك في مدرسة كاظم الساهر وردة واحد الوقت كغني وردة مزيان فشنو الأقرب المدارس لك شنو أقرب واحد كلهم أنا بديت من بعد الحليم حافظ يعني ملي كنت صغير من بعد بقيت شوية كنحفظ دونك دو تو يا دو تو يا دو تو يا دو تو متنوع طيب سناء يلا نسمعوا شي حاجه اما براوه
عليك. شكرا تبارك الله عليك سناء. سناء طاهر، انا كنتعمد انني نقول سناء طاهر باش كيتلصق الاسم مزيان عند كل من يشاهدنا، سواء على القناه الفضائيه شادة تي في، سواء الناس اللي كي يسمعونا كذلك في هذا البث على اثير شادة اف ام على في الراديو، ثم كذلك الناس اللي غادي يشوفونا على اليوتيوب. فمرة أخرى نجي سعيد دائما باش نقدم لكم فنانين النجوم متألقين الأصوات الجميلة المغربية التي تتقن وتبديع في سماء الفن. اليوم كان معنا نادر عيوش، وكان معنا حسن ديكوك، وكانت معنا سناء طاهر. أكيد استمتعنا بكم. كذلك نبغي نحيي أصدقائي الفنانين الموسيقيين، وسنبغي كذلك أن تبارك الله عليك المهدي، سمعنا الصلوات ديالك يا سلام، بارك الله عليك. دائما احنا يعني كنفتخروا هنا بالمغرب، عندنا موسيقيين اكفاء وعندنا فنانين، والحمد لله. ان شاء الله نتمنى نتحركوا شويه المهرجانات وكل شيء يخدم شويه ان شاء الله. طيب جينا على اخر الحلقه، بغينا نسمعوك نادير مازال في شيء نوع من انواع او الانماط الموسيقيه اخرى. شكرا شنو نسمعوا في الاخير نادير؟ ما عندك شي فكره؟ ما عندك شي فكره؟ نبقاو مع ورده في الاخير. شكرا لكم أحبائي، هذا عماد يحييكم ألف ألف تحية، طبعا دائما باسم الطاقم التقني والفني والمخرج مصطفى حياك. إلى اللقاء. أيوة كل الناس، أيوة أيوة يا أغلى الناس فعلي، كل الناس أيوة أيوة يا أغلى الناس فعلي، أيوة كل الناس. أنا إحساسي حبك أكبر من كل الإحساس، فوق الحب أحبك حب، أحبك حب عجيب وغريب. لو قسموا على كل جراح، على كل جراح الدنيا تقيل، فوق الحب بحبك حب، أحبك حب عجيب وغريب. لو قسموا على كل جراح، على كل جراح الدنيا تقيل. وعايزني أقولك مين في حياتي، ده انت أهم سبب لحياتي. وعايزني أقولك مين في حياتي، ده انت أحب سبب في حياتي. ظلي في صيف أيامي، وانت اللحن اللي في أنغامي، انت ظلي في صيف أيامي، وانت اللحن اللي في أنغامي، وانت اللحن اللي في أنغامي. برضو انت انت ظلي في صيف ايامي، انت انت وانت اللحن اللي في انغامي.
برضو انت انت ظل في صيف ايامي انت انت وانت اللحن اللي فنغامي انت انت وانت اللي بقول لك يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي يا غرامي بحبك لوحدك أحبك لوحدك من الدنيا دي كأنك هواك من الدنيا دي كأنك هواك ونورها وزهورها ونورها وزهورها ما هندى هوايا وأول منايا ما هندى هوايا هوايا وأول منايا وأنا أقول بس إيه ملفوف أنا أنا أقول بس إيه ما عندك